معنا هاتفيا من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر سيد مصطفى كامل، مرحبا بك. إذا اليوم صدر مرسوم بإحالة فؤاد معصوم ونوابه إلى التقاعد، وخبراء قانونيون أكدوا أنهم يتقاضون راتبا أعلى من الراتب التقاعدي المقرر لنائب رئيس الجمهورية، استنادا طبعا لمناصبهم السابقة في رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان. كيف تقرأ أستاذ مصطفى ذلك والبلاد تسجل معدلات عالية بمستويات الفقر والبطالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. لعل العراق هو البلد الوحيد في العالم الذي يحيل بعض الأشخاص على التقاعد أو إلى التقاعد ثم يعينهم بوظائف أخرى ويتقاضون عليها معا رواتب مزدوجة وربما أكثر من مزدوجة ثلاثية أو لعلها رباعية أيضا. هذا يدل على الفساد الإداري الواسع وعلى عدم وجود تقاليد حقيقية في بناء المؤسسات الرسمية. إذن أين كلام وحديث محاربة الفساد وتقنين رواتب مجلس النواب الذي نسمعه الآن؟ هذا أي حديث عن الفساد ومكافحته والقبض على الفاسدين هو نوع من الغرامات في العيون والاستهلاك المحلي ولمحاولة خداع العالم بهذه الأكاذيب. العراق بلد غارق في الفساد وهو من الدول التي تتصدر قائمة الفساد في العالم، وبالتالي المؤسسات المختلفة تعج بالفاسدين والسلطات المعنية بمكافحة الفساد شكلية جدا ولا تقدم أي نتائج ملموسة للشعب العراقي. الآن أستاذ مصطفى، الصراع يحتدم على تكوين الحكومة والحقائب الوزارية، والنواب في البرلمان أكدوا أنها ستكون خاضعة للمحاصصة. إذا هل ستكون نسخة عن سابقاتها؟ لن يتغير شيء؟ هذا النظام الذي أسسه الاحتلال قائم كله على الصراع وقائم كله على نظام المحاصصة التي تسمى التوافق، كذبا وفي الحقيقة هي مجرد تقاسم للمناصب ومقاسم وتقاسم للمكاسب. فلا نتوقع من هذه السلطة أو أي سلطة تأتي وفق هذا الدستور ووفق هذا النظام السياسي الذي أوجده الاحتلال أن تتغير ملامحها أو أن يعني تتغير حتى الأنظمة التي تعمل من خلالها. كما قلنا، الصراع قائم والفساد قائم والمحاصصة قائمة لأنها تعمل ضمن هذا النظام الواسع الذي أوجده الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق. نعم. طيب الآن هناك حديث عن تولي شخصيات ميليشياوية لمناصب في الحكومة كوزير الداخلية فالح الفياض، ما تأثير ذلك على الوضع الميداني؟ متى كانت وزارة الداخلية غير تابعة للميليشيات مباشرة؟ وهل قاسم الأعرجي وقبل الغبان وغيرهم كانوا خارج الإطار الميليشيات؟ المؤسسة الأمنية العراقية والمؤسسة العسكرية العراقية والمؤسسة الإدارية العراقية في الحقيقة وهو البرلمان أيضا مخترقة كلها من قبل الميليشيات. هذه الميليشيات وإن بدلت جلودها يوما بعد آخر، لكن في الحقيقة هي تتحكم بكل شيء في العراق وهي موجودة في كل مفاصل السلطات المختلفة، سواء في هذه الوزارة أو تلك وفي هذا الموقع أو ذاك. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر سيد مصطفى كامل.